بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 165. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر وأتينا عليه في الحلقة السالفة، ذكر وجوه بطلان حجج القائلين بشد الرحل لزيارة القبور. قال: ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أورد الشيخ رحمه الله فيما سبق وشرحناه في الحلقة السابقة شبهات عباد القبور والمتعلقين بالأضرحة، ثم بين أن هذه الشبهة باطلة، لأنها إما أخبار مكذوبة لا يعتمد عليها، وإما قياسات فاسدة لا يحتج بها، فلم يبق لهم متعلق تعلقون به في عبادة غير الله. قد قال الله سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فكل عباد غير الله، كل الذين يعبدون غير الله ليس لهم برهان ولا حجة، وإنما الحجة في عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله. ثم هذه الفرية وهي عبادة الأضرحة والقبور والتعلق بالأولياء والصالحين لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أننا نعتمد على أخبار كاذبة وحكايات باطلة وقياسات فاسدة، فهذا ليس من دين الله عز وجل. نعم. وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء النصارى وأمثالهم. إنما يعتمد على هذه الحكايات الكاذبة والمقاييس الباطلة أهل الضلال الذين يعبدون الله على جهل وضلال من النصارى ومن سار على نهجهم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقرأ هذه السورة في آخر كل أمرنا أن نقرأ هذه السورة في كل ركعة من صلاتنا، سورة الفاتحة، وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصراط الذين أنعم الله عليهم هم الكتاب والسنة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، حسن أولئك رفيقا. والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به، عملوا بخلافه كاليهود، وكل عالم لا يعمل بعلمه. والضالون وهم النصارى الذين يعبدون الله على غير برهان وعلى غير دليل، فهم ضالون أي ضائعون في عبادتهم، تائهون عن الطريق. نعم.
وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين. نعم، العبادات لا تثبت إلا بهذه الأمور، إما بالكتاب وهو القرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو إجماع علماء المسلمين وما عليه صدر هذه الأمة وسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. قد قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قال: لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. وما خالف هذه الأصول الثلاثة فهو باطل ولا يصح بحال من الأحوال، ولو زينوه وزخرفوه بالشبهات والاحتيالات فإنه باطل، لأن الباطل لا يصير حقا أبدا. نعم. والجواب عنها من وجهين، مجمل ومفصل. الجواب عن هذه الشبه الباطلة من وجهين. نعم. أما المجمل فالنقض، فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا. الجواب الأول مجمل، وهو نقض هذه الدعوة وإبطالها من أصلها، فإنها طريقة الضالين الذين ليس عندهم دليل يعتمدون عليه في عباداتهم. نعم. وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة، فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل. يكفينا في رد هذه الأباطيل أن هذا مذهب النصارى وما عليه النصارى في عباداتهم، ونحن منهيون عن التشبه بهم، قد أغنانا الله سبحانه وتعالى بما أنزل من الشرع المطهر على نبينا المرسل. نعم. قال: وذلك كفر متناقض. نعم. والنصارى لا يزالون إلى الآن على ما هم عليه، وإذا سمعت كلامهم في وسائل الإعلام عرفت أنهم ليس عندهم شيء، وإنما يرددون شبهات ومقالات قالها من قبلهم من ضلالهم ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر. مما يدلك على بطلان ما هم عليه اختلافهم، فلو كانوا على حق لاجتمعوا، واختلافهم هو أن كل واحد منهم يتخذ ويعبد ما يستحسنه عقله، فهم مختلفون في عباداتهم وفي معبوداتهم، لا يوافق بعضهم بعضا، مما يدل على أنهم إنما يتبعون أهواءهم، والأهواء مختلفة ومتفرقة. نعم. وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره. نعم. ومع اختلافهم أيضا هم متضاربون في أقوالهم، فكل منهم يصوب رأيه ويخطئ الآخر، مع أنهم كلهم ليس عندهم دليل ولا برهان. نعم. قال: فمن المحال إصابتهم جميعا. نعم. إذا كانوا كذلك فمن هو الأولى بالحق منهم؟ كلهم مخطئون ومحال أن يصيبوا جميعا، فما داموا لم يجتمعوا فهذا دليل على ضلالهم، لأن أهل الحق يجتمعون لأن دليلهم واحد. نعم. ومنهجهم واحد فلا يختلفون، أما هؤلاء فلهم شبهات كثيرة ولهم مذاهب متعددة، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح، فنحن من نقلد منهم؟ إن قلدناهم جميعا فهذا لا يمكن، لأن هذا جمع بين المتضادات، وإن اتبعنا بعضهم فهذا تحكم من غير دليل.
نعم. والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد. نعم. فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره. نعم. إنما هؤلاء يطمئنون على ما اقتنعوا به وخالفوا فيه غيرهم، والطائفة الثانية كذلك، فهم كل مقتنع بما عنده مخالف للآخر، والحق لا يتعدد، الحق هو حق واحد لا يتعدد. نعم. وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم، أو يضعف التأثير على زعمهم، فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الظن بواحد دون آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. نعم. التفرق والتشتت والتعادي والتقاطع كله من خصائص عبدة الأوثان، لأن كل منهم يصوب نفسه ويخطئ الآخرين من غير دليل. أما من صوب نفسه لأنه على دليل وعلى برهان فلا بأس بذلك، لكن هؤلاء كلهم ليسوا على دليل، ومع هذا يخطئ بعضهم بعضا، وكل يزعم أن الحق معه، والحق كما ذكرنا لا يتعدد، إنما هو حق واحد. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلا تجتمع القلوب وتتوحد الكلمة إلا على عبادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهؤلاء محال أن يجتمعوا على وثن واحد أو على ولي واحد، محال هذا. نعم. قال رحمه الله: ثم قد استجيب لبلعم بن باعور في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان. نعم. مما يدل على أن الاستجابة لبعضهم إذا دعا عند الصنم أو عند الضريح أو عند الميت استجيب له، هذا ليس دليل على صدق وصحة ما هو عليه، فإن بلعام أو بلعم هذا من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة، وغزاهم موسى عليه السلام وهو فيهم، غزا الكفار وهذا العالم معهم، طلبوا منه أن يدعو الله على موسى وقومه فأبى، ثم ألحوا عليه وكرروا فدعا على موسى وقومه، فعند ذلك عاقبه الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فهذه قصة بلعام ذكرها الله في القرآن، أنه لما لم يعمل بعلمه ودعا على موسى وقومه واستجاب الله دعاءه، فلم يكن هذا دليلا على صحة ما هو عليه ولا على صحة ما فعل، وإنما هذا استدراج له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. كذلك الله جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فالله جل وعلا يستجيب للمشركين وهم مشركون إذا دعوه في حالة الضرورة، وليس هذا دليل على صحة ما هم عليه من الكفر والشرك، وإنما استجاب لهم رحمة بهم لما دعوه في حالة الضرورة وأخلصوا الدعاء ولم يدعوا معه غيره في هذه الحالة. نعم. وأما الجواب المفصل فنقول: مدار هذه الشبه على أصلين منقول، وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة. نعم. مدار هؤلاء على أمرين: إما
منقول وإما معقول. فالمنقول ما نقلوه عن من الحكايات والأخبار عن أسلافهم وقولهم نحن نقتدي بهم ونتبعهم، وهذا الاقتداء وهذا الاتباع لا يجوز، لأنه اقتداء واتباع بالباطل، كما قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله سبحانه وتعالى ذم من يقلد السابقين على غير هدى، وإنما تقليد السابقين يكون حقا إذا كانوا على هدى. فإذا كان المقلد على هدى وعلى طريق صحيح فلا بأس، بل هذا واجب. أما إذا كان المقلد على ضلال فلا يجوز اتباعه ولا تقليده. هذه الحجة الأولى، وهو اتباع من سبق من غير تبصر بما هو عليه هل هو حق أو باطل، وإنما هو تقليد أعمى. وأما المعقول فيقولون إننا استجيب لنا وحصل لنا مقصودنا، فهذا دليل على أننا على حق، فنقول لهم ليس الأمر كذلك، فالاستجابة مجرد الاستجابة لا تدل على أنكم على حق، بل قد تكون هذه الاستجابة استدراجا لكم وعقوبة لكم لتستمروا على الضلال، وقد تكون صادفت قضاء وقدرا وليس مخصوصا بهذه الحالة، وإنما هو قضاء وقدر وقع كما قدره الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون لاضطراركم وإخلاصكم في الدعاء وقت الضرورة، أما يجيب المضطر إذا دعا، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكر النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. نعم، إذا احتججتم في النقل فعندنا نقل نصح منه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم ليس عندكم إلا حكايات وأخبار مكذوبة أو أخطاء وقعت ولم تلتفتوا إليها ولم تعلموا أنها أخطاء وأخذتموها على علاتها. نعم. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب. نعم، وأما أنهم يقولون أنه حصل لنا مقصودنا عند هذه المعبودات وهذا دليل على صحة ما نحن عليه، فهذا بينا بطلانه، وأنه ليس حصول المقصود دليلا على صحة ما عليه هؤلاء، فإن المقصود قد يحصل مع بطلان ما عليه هؤلاء، لأن هذا من باب الاستدراج لهم أو نظرا لضرورتهم وحالتهم وفقرهم حين الدعاء وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد. وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع. نعم، وهذا مما يرد به عليهم، أن حصول المقصود أحيانا لا يدل على صحة ما عليه هؤلاء، لأنه لا يستجاب إلا للقليل منهم، والكثير لا يستجاب لهم. أما من يدعون الله، فلو دعوا الله الآلاف الآلاف دعوا الله مخلصين له الدين لاستجاب لهم ولم يخيب واحدا منهم، والله جل وعلا يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. فالله جل وعلا يدعوه المسلمون في الأسحار وفي المساجد وفي أرض الله، فيستجيب لهم في لحظة واحدة ويقضي حوائجهم ولا يخيب أحدا منهم. أما هؤلاء فقليل منهم من يستجاب له، وليس في ذلك حجة. نعم، صلى الله عليكم. قال: بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، ولم يستجب للمقابريين إلا نادرا. هذا كما ذكرنا، أن أهل الإخلاص وأهل التوحيد وأهل
الدين أنهم يستجابوا لهم جميعا ولا يكاد يخيب واحد منهم. الحمد لله. وأما هؤلاء فلا يستجاب لهم إلا نادرا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، فهم في دعائهم لا يزالون بخير. وهذا الحديث الصحيح يجاب بها عن شبهة قد يدلون بها، فيقولون: وأنتم أيها الموحدون قد تدعون فلا يستجاب لكم. فنقول: هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن المخلص إذا دعا الله فإنه لا يخلص أبدا، لكن إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير أحسن منها، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها. فدعوة المؤمن لا تضيع أبدا. نعم. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. قال الصحابة: إذا نكثر من الدعاء؟ قال: الله أكثر، يعني أكثر خيرا وأكثر إجابة، لأنه غني حميد. نعم. وأما المقبريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه. وهذا وجه آخر، وهو أن أهل التوحيد إذا استجيب لهم قوي توحيدهم، وإذا لم يستجب لهم علموا أن أما أن الخلل من عندهم، وإما أن الله أجل إجابتهم لمصلحتهم، فما يزيدهم هذا إلا توحيدا. أما المقابريون فإنهم إذا لم يستجب لهم زاد شرهم وزاد ضلالهم. نعم. وإن استجيب لهم ضعف توحيده وقل نصيبه من ربه. نعم. المقابريون إذا استجيب لهم ضعف توحيدهم لله عز وجل وأقبلوا على القبور وقالوا: حصلنا على مقصودنا. فهذا دليل على أن هذه القبور تنفع وتضر. نعم. ولا يجد في قلبهم من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون. نعم. والقبور لا يجد إذا استجيب له لا يجد في قلبه حلاوة إيمان ولا قوة دين مثل ما يجده المخلصون لربهم عز وجل من قوة الإيمان وصحة اليقين بربهم عز وجل. نعم. ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته، اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة. وأيضا أنه لو استجيب له فإنه لا يبارك له فيما يعطى وما يستجاب له به، بخلاف الموحد فإن الله ينزل البركة له فيما أعطاه ويضاعف له الأجر والمثوبة. نعم. قال: فإن المجتهد إذا أخطأ، لأنه قال: إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة، فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على اجتهاده وغفر له خطأه. نعم. قد يغفر الله لهؤلاء إذا كانوا فعلوا هذا عن اجتهاد أخطأوا فيه، ظنوا أنهم على حق ثم تبين لهم أنهم ليسوا على حق فتابوا إلى الله، الله يغفر لهم. لكن من تعمد منهم الضلال، تعمد منهم الشرك بالله عز وجل، فإنه لا ينال مغفرة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع، كالتمريجات الفلكية والتوجهات النفسانية كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة أو التمريجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب. قد يحصل لهؤلاء شيء من مقصودهم ومن ما طلبوا عند هذه المتعبدات، ولكن يعلم أن هذا ليس من دين الإسلام، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذه لا تنفع ولا تضر. ولذلك كما ذكر سابقا وقريبا أنهم لا يجدون حلاوة للإيمان في قلوبهم ولا اطمئنانا، وإنما هم دائما في قلق وإن حصل لهم مطلوبهم، لأن الطمأنينة بذكر الله، والقلوب إنما تطمئن
بعبادة ربها وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة دع الآخرة. وهذا أيضا من أعظم البراهين على بطلان ما هم عليه الذين يدعون غير الله، أنهم إن أعطوا شيئا فإنما يعطون من أمور الدنيا، وأمور الدنيا زائلة ثم لا يبارك لهم فيها كما سبق. أما المؤمن فإنه يعطى في الدنيا ويعطى في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمؤمنون يعطون في الدنيا ويعطون في الآخرة، وقد لا يعطون في الدنيا ويعطون في الآخرة، يدخر الله لهم دعوتهم في الآخرة خيرا مما لهم في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.